العاملة في ميدان ضوء. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الازدهار، هذا التطور الذي يأتي عامل تلو عام. شكرا لصاحب هذه الفكرة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد من سعيد المكتوم، حفظك الله ورعاك. فقال ابتسموا يا أهل الهجن، فابتسموا يا أهل الهجن، فابتسم الجميع هنا بهذا الدعم المتواصل. بسم الله. أيضا هناك انطلاقة شوطنا الثاني، شوط الأول الرئيسي للجعدان، أيضا هاتف نقال جالكسي موديل 2020. شكرا يا أبو سلطان، شكرا سهيل بن سلطان بن رشيد الاجتبي على دعمك المتواصل سواء في هذا الميدان أو في أي ميدان. أذهب إلى المركز الأول شاهين عبد الله بن سيب بن مصبع الجبالي سفير السوان. سفير السوان يا مرحبا بهذا الشعار، النقل على شعار الشاهينية. أيضا على ظهر الشهم سيف بن علي بن معيصم لاجتبي المركز الثالث. هناك ليتو في ثالث المراكز، سالم بن بخيت بن رشيد هل اجتبي أن التواصل التواصل. سفير السوان يبى التليفون، يبى الهاتف، يبى المركز الأول. العوايد لهلها، العوايد لهلها، يصير راس ويبغى ينتهي راس، ورقم القياسي محطه منا ونروح عن ما شيء. وسواس الجبالي دايم جهازه عبد الله بن ندنة عليه حرز الله من الناس، ونحيدهن ما يلحقنا، نحيدهن ما يوصلنا، انحيدهن ما يسبقنا. سلام يا الجبالي، سلام سفير السوان على هذا الاداء المميز، على هذا الانفراد. التليفون، الهاتف النقال هناك الى السوان، الى السوان، الى السوان. شكرا يا بن رشيد على هذه الهديه لابناء الفطامين، لمشجعين الفطامين. تهانينا عبد الله بن سيف بن مصبح الجبالي. سلام سفير السوان، سلام على هذا الاداء. المركز الثاني الشام سيف بن علي بن عصام يجتمع المركز الثالث، سالم بن بخيت بن رشيد يجتمع المركز الرابع. مستمعين الاعزاء رابع المراكز، هناك اللي في المركز الرابع على ما ظن سعيد بن سالم المانع الفلاسي. التوقيت الزمن دقيقة 50 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للمشاركين هنا على أرضية هذا الميدان. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين هنا في هذه الانطلاقات المميزة، في هذا الحضور المميز. ما شاء الله الكل ما شاء الله فرح بهذه الأخبار السارة، الكل فرح بهذه الأخبار الجميلة.